السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوة هم الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو هذا نعود نختم المعلومة في العمل نقدمها، ولكن عندي نصيحة لكل مهني، ماشي شرط بلاكيس ولا المواصو ولا البنتر، يعني من اللي بدأ يخدم لي صوموار حتى اللي دخل في القش. نشارك معكم واحدة كارثة هنا يخدمها المواصو اللي يخدم الشراج، وشوفوا الخسارة هذه. وفي آخر الفيديو نقول لكم على حبيت نشارك معكم المقطع هذا ونشارك معكم واش خدم الماسو هذا، يعني ما قري ما نعرفه ما يعرفني. خدم الشومبرا هذه راهي مغلوقة فيها قش تاع الناس، خدم لي سانيتا على هذو، وخدم الشومبرا هذه، وخدم الشومبرا هذه من غير ما يحكم النيفو نتاع الدار. خدم زيت شنابر من غير ما يحكم النيفو نتاع الدار. البلاصة هذيك مع البلاصة هذه منا بلاصه هذيك عاليه على هذه، وموداش النيفو تاع الدار. خدم كل شومبرا وحدها، يعني كي تخدم الكولوار تجي به نيفو، الا جيت به نيفو يجيك عالي بدرجه هنايا تاع 3 سنتيم، ولا يجي هكذا مايل. ومول الدار ما يحبش هذه خدمه مايل، راح يعاودها باش ما تجيش درجه هنايا وما يجيش مايل، يجي نيفو وما يجيش درجه، هذه راح يعاودها. شوفوا الخساره هذه عليه. مام هذه نفس الشيء راح يعاودها الشومبرا هذه، وكاين شومبرا هادي نفس الشيء كيف راح تعاود. ومن هنا كاين ساحة في الخرجة، كاين ساحة، الساحة هادي راهو جاب مصو واحد اخر راح يخدمها. المصو اللي خدمها الاول كارلور الاول، شوفوا هادي كان خدمها وعاودو نحوها. كي خدمها بدات تطير، وقبل ما تبدا تتنحى كي خدمها دار لها ما عندوش علاقة اصلا بالنيفو، خدمها من هيه والماء يجي لهنا للدار، يعني عاودو نحوها على جال الماء. الساحة فيها المجيلية من جهة من هيه، وعاودو هو خدمها يجيب الماء لهنا. هاياك الساحة هذي اللي قلت لكم خدمها، هاياك المجيلية هنايا، هو ما خدمهاش تجيب لهنا، خدم دخل للدار منا ودخل للدار من هيه، وهم اللي كنحوها كاين واحدة 50 متر راهي مخدومة ومعاودة من ناحية، وما تخدم ما يقدروش يعاودو يريكيبيريوها. وهنا كان يخدم، كان طاحت الشتا بدات تتنحى وحدها، حبسوه الماسو هذاك. وممكن نهضرو عسومة، ماشي من النوع اللي يخدم بربعين ألف ولا بخمسين ألف ولا، مول الدار ما يعرف، جاب سيدي يخدم، بدا يخدم وخلص كيما يحب هو، هو طلب سومتو وبدا يخدم، وما قري يعاودو نحاوا وخالص فيها. الرسالة اللي حبيت نوصلها للجميع المهني، يعني من اللي يبدا في لي صومال حتى اللي دخل القش، يا اخي ما تمسخش بالسلعه نتاع الناس، راهي خساره كبيره. هنايا خسروا 30 مليون، هاي خساره نتاع 30 مليون هنايا تعاودت ما بين واش خلص هو والسلعه. وما تعرفش ماشي عيب، روح تعلم، تعلم معك شو واحد، راه كاين الانترنت، كاين اليوتيوب، جوجل، فيسبوك، بعض اللي تجوز وقت وانت تتفرج فيلم ولا تلعب بوبجي وفري فاير، هذو تعلم، راك طالع على ترفد معلومات تستفاد بهم باش ما تخسش الناس نفس الشيء. وكاع ما تعرفش خدمه وتجي تبدا تطبع بصدرك هكذاك وراك رايح تخدم، يعني هذه انا نفسي هكذا تبلي ظلم، ظلم للسيد والدين تاعنا، وينهى على الظلم. ما رانيش يعني مختص في الفتوى، ولكن هي معروفه هذه الدين تاعنا ينهى على الظلم، وراهي معروفه يعني في الدين تاعنا دعوه المظلوم، دعوه المظلوم على الظالم. تنام عيناك وعين المظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. هذه هي اللي حبيت عشي، هذا اللي حبيت نشارك معكم الفيديو هذا. سيد هذا اللي خدم هنا يخدم لهم نص خدمه، بعد مع الاخر فاقولوا كي خسر الساحه هذيك اللي كنت وريتها لكم برا، ولا لما يجيب للدار ثم حبسوه وحاسبوا واحد الدور الاخر وخلصوه. وزادوا جابوا ماسون واحد اخر قال لهم بلي هذه ما راهيش نيفواني وريتها لكم، قال لهم كم هنايا تجي درجه، اسكو تجي درجه ولا تعاودوها ولا يجي مايل. وهما قرروا قال لك حنا صرفنا صرفنا نزيدو نعاودوها ونخدمو خدمه مليحه. ولكن ولا غير الحاجه اللي كي نسمع هكذا القلب تاعي ينقسم، هو خدم هنايا حسبوه خلصوه وراح دا دراهم وراح، مي والله يدعاوي الشر اللي راهم يدعيوهم عليه وموالين الدار، قسما بالله يا كي نسمعهم غير قلبي يتقطع. هنايا شحال دي 30 مليون 40 مليون، قسما بالله يا 100 مليون ما راني راضي نخلي ناس يدعيو عليا الدعاوي هذو مورايا.
ما تعرفش تخدم ماشي غير كاع كنا ما نعرفوش نخدمه بصح انا ما بديتش نمسخر بسلعه نتاع الناس. تقدر تبدا في دارك تمسخر في دارك تلبس سلعتك في دارك وتمسخر بسلعتك في دارك حتى واحد ما يسلك هذيك ماشي مشكل. تروح تخدم مع الناس يعني من باريسوم لا واحد اخر اللي يخدم الكراج تروح تخدم معاه انت تخدم معاه مانوفر ولا تروح تما تتعلم ولا شريك ولا كيما كان الحال ها هو المسؤول ها هو يعرف يخدم وانت راك تتعلم. بعد ما تتعلم روح تخدم وحدك ما تمسخش بسلعه نتاع الناس. وهذه في جميع المهن يعني في البلاكو في السبيغه نقولوا ملي يخدم لي تراسي لي بيلي في لي سومال حتى اللي يدخل القش تعلم تخدم خدمه مليحه ودي حقك دي حقك ما تخدمش باطل. تعلم تخدم خدمه مليحه ودي حقك ما تخدمش باطل ومالغري تدي حقك وما كاش اللي يدعي عليك بالشر كل الناس يدعوا لك بالخير وين تمشي تخلي بلاستيك نقيه. او قلت لكم رايك كي سمعت واش يوم يدعيوا عليه الناس كيفاش راهي تدعي له مالين الدار هذيك كيفاش راهم يدعيوا السيد هذا اللي خدعهم هنايا وخدم لهم خدمه تاع التمسخين. لهذا حبيت اشارك معكم الفيديو هذا حبيت نوصل رساله للناس اللي يستهزاو بالسلعه تاع الناس والخدمه تاع الناس وماذا بيا الرساله هذه تبارطاجيوها تنشروها هكذا توصل ان شاء الله بربي هكذا لجميع واحد اللي يخلي موراها خطا بزاف هكذا والناس يضيعوا عليها بالشر. ان شاء الله يوفقنا من رب عز وجل في اعمالنا وفي حياتنا. وهذه هي رساله نتاعي دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.